أخت تقول في الصلاة الرباعية نسيت التشهد، نعم والتشهد الوسط، نعم، فماذا تفعل وانتهت الصلاة؟ انتهت، كان ينبغي عليها أن تسجد سجودا للسهو. نعم، هذا الذي ينبغي عليها، أنها التشهد الأوسط من مسنونات الصلاة وليس من واجباتها، فينبغي عليها أن تسجد سجودا للسهو. وإن نسيت سجود السهو صحت الصلاة، صحت صلاة، فصلاة صحيحة، لا حرج عليها. طيب والتشهد الأخير نفس حكم التشهد الأول؟ لا، التشهد الأخير واجب، التشهد الأخير واجب، لا بد أن يأتي الإنسان بالتشهد الأخير، وإن لم يأتي به وطال طالت المدة عاد الصلاة. التشهد فقط أم معه الصلاة الإبراهيمية كامل؟ يعني أكيد التشهد كاملا. نعم، بصلاة الإبراهيمية، وإن كان الصلاة الإبراهيمية قول للشافعية عليهم رحمة الله تعالى، الصلاة الإبراهيمية بوجوب. نعم، بوجوبها، قال بها الشافعية، ولذلك هنا العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أنها تكون واجبة في الصلاة، هذا الموطن الذي فيه الصلاة الإبراهيمية، وتكون واجبة على الإنسان في عمره مرة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وتكون واجبة عند ذكره، رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. طيب، وتكون مستحبة في بقية المواطن، تكون مستحبة في بقية المواطن عند الكتابة اسمه صلى الله عليه وسلم، وعند قراءة قوله صلى الله عليه وسلم تكون مستحبة. وبعض أهل العلم ذهب إلى تحريمها في مواطن، قد ذكرنا هذا لكن نعيده سريعا، عند التعجب، وعند البيع والشراء، وعند دخول الحمام، وعند المواطن التي هذه قالوا أنها يحرم فيها أو تكون مكروهة فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرمك الله الشيخ الكريم.